بدء عملية الفيصل في اليمن، هل ستكون الفاصلة في القضاء على أوكار القاعدة؟ حالة استنفار في ديالى بسبب الفيضانات، ما هي إجراءات الحكومة العراقية للتعامل مع الأزمة؟ وفي استديو الآن أيضاً، تحذير عالمي من تسريع عمليات الولادة، إلى أي مدى هي منتشرة في دولنا العربية؟ طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من استديو الآن، يأتيكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. وفي تقاريرنا الخاصة لهذا اليوم من العراق، معلم يتمكن من ابتكار تطبيق جديد يسهل على طلبته تعلم اللغة الإنجليزية، كما يساعد زملائه على متابعة مستويات طلبتهم. نزلت هذا التطبيق استفادت منه بهاي الشغلات، يعني انا استخدامه له مو استخدام مطول، استخدام حسب الحاجة وحسب وقتي. انا اكو شغلات احتاجها ضرورية القاها موجودة بي، مثلا انشاءات، حلول تمارين، القى ما لازم بي كتب وهواي بي اضافات. هذا التطبيق اختصر كل اللي يحتاجه الطالب بمميزات رائعة وانشاءات وملازم وكل الاختبارات. ومن السعودية، الطيران الشراعي روح المغامرة ومتعة التحليق. الإنسان بطبع يهوى الطيران سواء صغير أو كبير، حتى الأشخاص الذين لا تخونهم قدراتهم في التحليق، ولكن أيضا تلفت انتباهه الطائرات ويحلم يوم من الأيام أنه يصعد على أحد هذه الطائرات أو يمارس الطيران. ومن اليمن نتابع مشاهدينا قصة أحمد مع عوده الذي لا يفارقه ليخفف عنه مأساة الواقع. العود أعطانا الدافع لان انا يعني استمر، ويعني كنت اوصل لحاجه اني خلاص ياس، يعني ما عاد اشتيش فن اروح البيت شوف الاغنيه معلقه نزله عزف وخلاص، يعني هو ماشي معي حد بالبيت، طبعا انا وحيد العيل بس ما فيش معي الا العود، صديق وغدو كل شيء. ونبدأ مشاهدينا كالمعتاد بموجز للأخبار. وفيه قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية إن ما وصفها بأزمة المرتبك مرشحة للاستمرار إلى عام 2020، لافتا إلى أن الخطب المكررة لن تحل الأزمة. يشار إلى أن تغريدة قرقاش تأتي بعد يوم على كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمام قمة ميونخ للأمن، التي وصف فيها الأزمة الخليجية بين بلاده وكل من السعودية والإمارات والبحرين بعديمة الجدوى. أبدى العديد من المواطنين الإماراتيين والسعوديين فرحتهم بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بعد رحلة علاج خارج البلاد إثر إصابته في شهر آب أغسطس الماضي في حادث سقوط طائرة عسكرية إماراتية من طراز بلاك هوك في محافظة شبوة اليمنية. وتصدر هاشتاغ مرحبا زايد بن حمدان قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم السبت. في الشأن السوري، فشل ممثلو النظام السوري والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري ربطت دخولها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات. إلى مصر، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية يوم السبت القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بؤر إرهابية جديدة خلال العمليات العسكرية المستمرة التي تخوضها قوات الجيش والأمن المصري في سيناء. وفاد البيان التاسع للعملية الشاملة سيناء 2018 بأنه تم قتل 3 متشددين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش من نوع نصف بوصة، كما أسفر رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة في شمال سيناء عن قتل 4 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الدهم، حيث عثر على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير. في أخبارنا أيضا، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لـ3 رجال قاموا بتصدير أجزاء طائرات من دون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى جماعة حزب الله اللبنانية بحسب ما قالت وزارة العدل الأمريكية.
وقالت لائحة الاتهامات إن الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله في لبنان خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013، من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك النفاذ ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده. أعلنت حالة الطوارئ في أثيوبيا غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، ولم تعطي هيئة الإذاعة الأثيوبية أي تفاصيل عن المدة التي ستستغرقها حالة الطوارئ وما هي القيود المفروضة خلالها. وتعرضت الحكومة لضغوط عقب أكثر من سنتين على احتجاجات لقي خلالها مئات الأشخاص مصرعهم منذ اندلاع الاضطرابات في البلاد قبل نحو 3 سنوات. وجه الادعاء الامريكي اتهامات الى 13 روسيا وثلاث كيانات اخرى بالتدخل في الانتخابات الرئاسيه التي جرت في عام 2016، وربطت لائحه الاتهامات هذه المجموعه بوكاله على الانترنت يعتقد انها بثت منشورات بهدف التاثير على الراي العام لتعزيز فرص نجاح دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطيه هيلاري كلينتون. وبالرغم من ان لائحه الاتهام اوضحت ان تدخل هؤلاء ربما تم بمساعدة أفراد في حملة ترامب الانتخابية، لكنها لم ترجح حدوث أي تواطؤ. مفتي القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني تحدث عن الخلاف بين أنصار الظواهري والجولاني. نتابع التفاصيل مشاهدينا بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. هاجم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري جماعة الإخوان المسلمين ودعا المصريين إلى إسقاط ما وصفه بالانقلاب العسكري في مصر. الظواهري قال إن تنظيم الإخوان ارتكب أخطاء في الماضي وإن دعوته هي دعوة لبداية جديدة للتخلص من تلك الأخطاء، مؤكدا أن السلاح هو طريق إسقاط النظام في مصر. تجدر الإشارة إلى أن دعوة جماعة الإخوان في مصر الانضمام للقاعدة تعكس تنافس داعش والقاعدة على استقطاب تنظيم الإخوان. ولنقاش تداعيات رسالة الظواهري التي تكشف ضعف القاعدة معنا من العاصمة المصرية القاهرة السيد أحمد بان، خبير في الجماعات المتشددة. سيد أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. التصريحات الأخيرة لأيمن الظواهري التي تخص مصر، إلى ماذا تدل إن أخذنا بعين الاعتبار تأثير على الجماعات المتشددة، انعدام هذا التأثير حتى على فروع القاعدة في العالم؟ يعني أتصور أن أيمن الظواهري هو الشخص الأضعف الذي خلف أسامة بن لادن. افتقر أيمن الظواهري لكل مقومات قيادة هذا التنظيم بما انعكس على سلوك هذا التنظيم و مجموعات أو فروعه بالأحرى حول العالم. تحولت القاعدة من تنظيم عابر للحدود، تنظيم قوي مركزي إلى حد كبير يأتمر بأوامر القيادة المركزية على عهد أسامة بن لادن، إلى تنظيم يتشظى وتعلن مجموعات والانفصال عن القاعدة على أمل اللحاق بالعملية السياسية كما جرى في سوريا عندما انفصلت جبهة النصرة عن القاعدة وتسمت باسم جديد في محاولة لإتاحة فرصة لأن تكون لاعبا في الساحة السياسية في تطورات قادمة. هذا الانقسام لم يكن الانقسام الوحيد، بل شهدنا انقسام القاعدة حول العالم. فروع القاعدة لم تعد تأتمر بأوامر أيمن الظواهري الذي افتقر إلى قدرات بن لادن أو الكاريزما التي ميزت بن لادن وحضوره في التأثير على فروع التنظيم وبناء خططه. التنظيم بشكل عام، تنظيم القاعدة، تعرض لضربات كبيرة ونوعية ساهمت خطة الولايات المتحدة في اقتناص الزعامات القوية أو العناصر القيادية القوية داخل التنظيم، حيث تكفلت آلية الطائرات بدون طيار التي تحركت في عدة دول واصطادت قيادات القاعدة المهمة عبر سنوات طويلة منذ أحداث 11 من سبتمبر وحتى الآن لم
تتوقف هذه الرحلات التي نجحت في تقليص الهيكل القيادي داخل القاعدة إلى حد كبير. وأصبح أيمن الظواهري يطل من آن إلى آخر ليذكر الناس بأن هناك تنظيما اسمه القاعدة عبر هذه البيانات الإعلامية، يدخل الآن على حالة السيولة في المشهد الجهادي أو مشهد الجماعات الإسلامية الحركية ليحاول التنافس مع تنظيم داعش في محاولة كسب عناصر جديدة قد تحفر له مكان في عالم الجماعات المتطرفة التي تلفظ أنفاسها في العديد من الأماكن. سيد أحمد، بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك، إذن هل تؤيدون من يقول أن التصريحات المتوالية المكررة الأخيرة لأيمن الظواهري يحاول من خلالها إبراز نفسه على الساحة وإبراز تأثيره على من لم يعد يؤثر عليهم؟ أنا أتصور أن المسألة تأتي في سياق محاولة ليس تجنيد عناصر جديدة فقط من الإخوان، بل استقطاب عناصر جديدة للقاعدة التي تصورت أن انسحاق أو انكسار أو انتهاء ما يسمى بدولة داعش أو خلافة داعش يؤشر لعودة جديدة للقاعدة، أو أن تعود القاعدة لتمثل إلهام لدى هؤلاء المقاتلين، وبالتالي هو يصدر نفسه كزعامة لما يسمى بالتيار الجهادي إذا جازت التسمية عبر هذه الرسائل التي يحاول استثمار حالة السيولة التي ضربت المشهد الإسلامي الحركي أو التيه الفكري والتنظيمي الذي ضرب مجموعات داعش ومجموعات الإخوان. هو يحاول أن يطرح نفسه كزعيم قادر على جمع شتات هذه الحالة رغم افتقاره لهذه القدرات التي لم تمكنه في السابق من الحفاظ على بنية القاعدة أو على قرارها أو على تأثيرها في المشهد سواء في الأقطار أو في الإقليم أو في العالم. يحاول أن يطرح نفسه كزعيم أيمن الظواهري كما أشرت حضرتك، إذن هل تجدون أنه فعلا أيمن الظواهري أصبح خارج حسابات القاعدة في جميع فروعها حول العالم كونها هي من تخطط لنفسها الآن؟ يعني أتصور أن الزعيم الأقوى ربما في المنافسة معه الآن هو الجولاني الذي استطاع أن يعيد شتات الحالة رغم الانقسامات التي حصلت في جبهة النصرة، إلا أن هناك منافسة حقيقية بينهما على وراثة ما تبقى من هذا التنظيم الذي لن يعود تنظيما عالميا مركزيا قويا بقيادة مركزية قوية بخطة عامة، بل هي مجموعات متناثرة قد تستلهم بعض الأفكار لكنها لا تتوفر على بناء تنظيم متماسك أو سياقات فكرية متماسكة، وهذا ما يؤشر لانتهاء هذه الظاهرة التي ربما تنبأ بها الكثيرون من قيادات القاعدة ذاتهم وأبرزهم أبو مصعب السوري الذي تحدث عن هذا السيناريو ربما قبل أكثر من 10 سنوات أو أكثر تحديدا في العام 2002 عندما قال بوضوح أننا انهزمنا وأن مشروعنا هزم وتراجع وأن الحل يكمن لديه في استعادة حالة من حالات النكاية عبر مجموعات تناوش مع الحكومات والدول لكن من غير المنظور أنها قد تستطيع تحريك هذا المشهد أو إحراز انتصارات كبيرة أو أن تؤسس لنفسها موقعا مهما في ساحة ما يسمى بالجهاد الإسلامي أو الجهاد المسلح. شكرا جزيلا لك من القاهرة، حدثنا السيد أحمد بان خبير في الجماعات المتشددة. تتصاعد حدة الخلاف بين أنصار الظواهري وأنصار الجولاني في سوريا، خاصة بعد رسالة زعيم تنظيم القاعدة إلى مواليه الذين وصفهم بإخوته في إشارة إلى الفيصل الذي يوالي سامي العرادي دون الإشارة إلى هيئة تحرير الشام. فقام الجولاني بحملة اعتقالات طالت حتى أبي جليبيب، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الخلاف ومحاولة الطرفين تصفية بعضهم البعض. نحن في أخبار الآن مشاهدينا توجهنا إلى مفتي القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني بالسؤال عن مستقبل الخلاف بين الطرفين وإلى من ستكون الغلبة في نهاية المطاف، فكانت ترجيحاته تتوقع مزيدا من الخلاف بسبب المرجعية التي ينتمون إليها لما تحمله من فكر تكفيري يقصي بعضهم البعض. نتابع. هذه الجماعة التي ذكرتم مع بعض الأفراد الآخرين الذين معظمهم من الأردن ومن أصول فلسطينية مع بعض العناصر التي كانت في جند الأقصى، هؤلاء يمثلون الآن نواة
فرع القاعدة في سوريا. وهيئة تحرير الشام تشتكي من أن هؤلاء يعني يحرضون على ترك الثغور ويثيرون الفتن ويحركون الخلافات بين أفرادها وعناصرها، وأنها حذرتهم من ذلك واستمروا في ذلك. وتقول إن هؤلاء دافعهم للدعوة إلى تأسيس فرع لتنظيم القاعدة ليس هو الدافع الحقيقي، وإنما نتيجة لخلافاتهم مع الهيئة أعلنوا هذا مشاكسة لها ومناكفة لها. وإلا فهي تقول إن هؤلاء يوم كانت الهيئة جبهة النصر وكانت فرعا معلنا ومنتميا فعلا ومتماهيا مع القاعدة، كانوا هؤلاء ضده. فهي تقول إن هؤلاء لهم فكر يختلف عن فكرها ولهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرها، وأنهم يسعون الآن لإثارة الخلافات والبلبل، وأنها حذرتهم من ذلك فلم يستجيبوا ولذلك اعتقلت بعض عناصره. طبعا اعتقال هؤلاء العناصر أثار مشاكل. اعتقال هؤلاء العناصر أخرج تصريح الدكتور الذي أشرتم إليه، الدكتور أيمن، والذي كان فيه نقد واضح للجولاني ولهيئة تحرير الشام والاستقلالها وانفصالها، وفيه ثناء على هؤلاء وفيه دعوة لهم على الثبات على بيعتهم للقاعدة والتمسك بها. وهنالك حسب ما يصل من أخبار عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك مساعي في الساحة لإصلاح ذات بينه، ولكن يستبعد جدا بحكم المرجعية الفكرية لهؤلاء وبحكم نظرتهم للأشياء يستبعد فعلا أنه يتراجعوا عما هم عليه. والهيئة وجهة نظرها أن هؤلاء لو تمكنوا أنهم سوف يشكلون كيانا لهم وأنهم سوف يقاتلون الهيئة كما قاتلها تنظيم الدولة من قبل، لأنهم ينتمون لنفس المدرسة الفكرية، وهم وإن كانوا لا يصرحون بتكفير الهيئة علنا فهم يمارسون نوع من التكفير المبطن الذي يرجعون فيه إلى بعض مرجعياتهم التي هي على خلاف شديد مع الهيئة. يعني الأمر يخشى أن يصل إلى حد صدام مسلح بين الطرفين، ولكن الأمر حتى الآن لا زال مستتبا للهيئة لأن هؤلاء ما زالوا قلة في عددهم ولا زالوا غير متمكنين. استوديو الآن مستمر مشاهدينا، وفيه بعد فاصل قصير: موارد ديالة تعلن ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة حمرين. أحييكم من جديد. أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يوم السبت عملية الفيصل ضد تنظيم القاعدة في وادي المسيني في محافظة حضرموت اليمنية عبر ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي. وبحسب وكالة وام الإماراتية فإن قوات التحالف تمكنت في وقت سابق من دخول وادي المسيني أهم عقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت وسيطرت على مداخله المؤدية للساحل.
عملية الفيصل معركة عسكرية تقودها قوات النخبة الحضرمية بإسناد التحالف العربي وبإشراف مباشر من القوات المسلحة الإماراتية لتطهير وادي المساني بحضرموت، وذلك بهدف تطهيره بشكل كامل من عناصر تنظيم القاعدة. قوات التحالف نجحت بدخول وادي المساني وتحرير مداخله المؤدية للساحل الجنوبي الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت. خبراء عسكريون يمنيون أكدوا أن السيطرة على وادي المساني بمحافظة حضرموت المطلة على بحر العرب يقطع أهم شرايين تنظيم القاعدة للتزود بالإمدادات والأسلحة التي تأتيهم عبر البحر من جنوب اليمن. ساعة الصفر بدأت مساء الجمعة، ونفذت المهمة عبر أفراد من رجال القوات السعودية يحملون أسلحة متطورة ومناظير ليلية ذات قدرات عالية لمثل هذه المهمات، وخاصة الجبلية التي خططت الميليشيات للتحصن فيها قبل التسلل. الإمارات أرسلت بعد تحرير ميناء المكلا وعودته إلى الحكومة اليمنية مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المحليين في المدينة اليمنية. دور الإمارات لم يتوقف على العمليات العسكرية، بل شمل أيضا قوافل مساعدات إغاثية وطبية لمدينة المكلا ضمن الجسر الإغاثي الذي أعلنت عنه الدولة للتخفيف من معاناة أهالي حضرموت بعد تحريرها من التنظيم الإرهابي. وبالرغم من أن القوات المسلحة لدولة الإمارات تسهم بأدوار رئيسية في العمليات التي تدور في مختلف جبهات القتال، إلا أن التركيز على مكافحة الإرهاب يبقى محورا أساسيا لإعادة الاستقرار. معنا من العاصمة الإماراتية أبوظبي العميد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد خالد مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بدء عملية الفيصل في اليمن، هل يمكن أن تكون العملية الفاصلة في القضاء على أوكار القاعدة هناك؟ مساء النور. بالنسبة لعملية الفيصل، هو معروف أن حضرموت هي تخضع المنطقتين العسكريتين، المنطقة العسكرية الأولى اللي في صحراء سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية اللي هي موجودة في الساحل في وقيادتها موجودة في مركز المحافظة في المكلا. أنا أتكلم أنه الآن بعد إن شاء الله يعني سيطر على وادي المسيني، تعتبر الجغرافيا المناطق الخاضعة المنطقة العسكرية الثانية في وقيادتها في المكلا تعتبر يعني تحررت كاملا من الإرهاب. لكن بقي معنا المنطقة العسكرية الأولى اللي موجودة في صحراء سيئون، يعني ما احنا نعرف انه ما زالت هناك وايضا تواجد الجماعه الارهابيه في الصحراء. الان العمليه هي الان مركزه يعني باتجاه الوادي المسيني اللي هو مثلا اخر معاقل الجماعه الارهابيه، ومنطقه جبليه ما بين شبوه وحضرموت. واحنا نعلم انه بعد تحرير المكلا بتنسيق مع قوات النخبه الشبانية مع القوات الاماراتيه، في حين لما عندما تحررت المكلا انسحبت هذه المجاميع الارهابيه باتجاه وادي المسيني، هو منطقه جبليه ما بين المحافظتين يعني، ومطلة ايضا على البحر العربي، ومثلا تستمد كثير من الدعم من الخارج. الان انه العمليه بتنسيق مع التحالف، واحنا تواصلت مع الاخ هشام الجابري وهو يعني الناطق الاعلامي للمنطقه العسكريه الثانيه، اكد انه الخطه موجوده وتم تامينها من قبل التحالف، وان شاء الله مع غدا الايام سوف يعلن عن تحرير كامل وادي المسيني واخر معاقل الجماعات الارهابيه في زي ما قلت في المنطقه العسكريه الثانيه. لكن بقي انه لابد من خطه اخرى لتحرير ما بقي في حضرموت وهو باتجاه صحراء سيئون. نعم عميد فيصل، ضربات بهذا الحجم وبهذا التكتيك اللي ذكرت حضرتك، إلى أي مدى ستسرع من هزيمة الحوثيين إذن في اليمن؟ هم كل الجماعات الإرهابية تكمل بعضهم، كنا في اليمن ونعرف طبيعة يعني التحالفات ما بين الجماعة الإرهابية أنه كل يلعب دوره، ولكن في الأخير هم يعني من يديرهم جهات معينة واحدة وغرفة عمليات مشتركة لكل الجماعات الإرهابية. نعلم الكلام هذا، ولكن تتنوع الأدوار فقط. عندما تقضي أنت على مثلا جزء من هذه الجماعات بالتأكيد بيأثر على الجماعات الأخرى، ولكن يعني بحيث أنه نكون أكثر واقعية أنه الحوثي يعني هناك أكثر من فرصة مؤكدة، وإحنا كنا جزء من المجيئ من الخارج، ولكن كنا جزء من الأرض ونعرف مدى قدرته، وخاصة بعد انتهاء شركته مع شركة السابق، أنه الآن أصبح بالإمكان القضاء عليه. ولا نقولها من باب المبالغة، وإحنا عارفين قدراته وعارفين قدرات المقاتلين الموجودين على الجبهة، ولكن يجب انه ايضا يعني نقول للمقصر انت مقصر، ونقول للذي يعني تحصل على دعم ولم يقوم بواجبه الصحيح، نقول له انت ايضا قصرت، ولكن كل المقومات موجوده ان نقضي على الحوثي، والان نقضي على ما تبقى من الجماعه الارهابيه وخاصه في البيضه والمكلا ومأرب. عميد خالد، من خلال متابعتكم، هل من سقف زمني متوقع لهذه العمليه؟
لا بالنسبه للجماعه الهربية معروف انه مثلا جماعه مثلا قوات غير نظاميه هي عباره عن جماعه ارهابيه توضع الكمائن توضع مثلا تزرع العبوات النازفه عندها يعني من الشباب الذي تغسل دماغهم ويقوم بعمليه انتحاريه وهذا متوقع ايضا فقط انه بعض رده فعل ربما تكون بالجانب هذا لكن فعليا انه لا يمكن انه مثلا يقاوموا اي مقاومه سواء قوات النخبه الشبوانيه او الحضر مثلا او يعني قوات الاتحاد اللي موجوده على الارض وتحارب هذه الجماعات لا يمكن تكون عندها القدره للمواجهه وانا اتوقع انه القوات اللي موجوده في وادي مثلا يوسف تمشي حسب الخطه المتوقعه اللي وقع لها لكن اتوقع انه تكون هناك ردات فعل بسيطه وهذا العاده دائما هكذا انه يحطوا مثلا عبوه نازفه او مثلا عمليه انتحاريه او يتم تدقيق عربات فقط اما كتواجدهم انا اعتبر انه مع ان شاء الله بعد قادم الايام سوف ينتهي تواجدهم جغرافيا في المنطقه العسكريه الثانيه. حدثنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي العميد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك. أفادت معلومات صحفية بغرق مبنى السراي الذي يعد أشهر وأقدم مبنى أثري في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق وتجدر الإشارة إلى أن مبنى السراي التاريخي يعود بناؤه للعهد العثماني أي قبل نحو قرنين من الزمن ويستخدم الآن مقرا لنقابات ومنظمات المجتمع المدني وشهدت العاصمة بغداد وبضع محافظات مجاورة هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الهطول حتى يوم الأحد المقبل. أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري عن ارتفاع منسوب مياه بحيرة حمرين شمالي شرق المحافظة في حين كشف عن كمية المياه الداخلة إليها بفعل الأمطار وقال المعموري إن منسوب المياه في بحيرة حمرين شمالي شرق ديالى ارتفعت إلى 10 سنتيمترات تقريبا فيما بلغت كمية المياه الداخلة إليها بفعل الأمطار ما يقارب 10 مليون متر مكعب وأضاف أنه تم خفض الإطلاقات المائية من البحيرة إلى الأراضي نتيجة كفاية الأخيرة بمياه الأمطار مشيرا إلى أن غزارة الأمطار لها آثار إيجابية في ديالى وأمنت المياه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وكان مسؤول محلي في ديالى قد كشف قبل أيام عن وجود توقعات بجفاف بحيرة حمرين بسبب انخفاض مناسيبها فيما كشفت الموارد المائية وجود 750 مليون متر مكعب من المياه في البحيرة وبدوره أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى مازن الخزاعي حالة الاستنفار القصوى في ناحيتين حدوديتين مع إيران شرقي المحافظة تحسبا لوصول سيول مائية وتشهد ناحيتا مندلي وقزانية سنويا تدفق سيول مائية جارفة من الحدود العراقية الإيرانية وتؤدي في بعض الأحيان إلى غرق قرى ومساحات شاسعة من الأراضي وكان قد وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بدوام الدوائر الخدمية بمعدل 100% لمعالجة الفيضانات وطفح الأحياء السكنية في بعقوبة جراء الأمطار الغزيرة وتعرضت كثير من أحياء بعقوبة للغرق والفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وعدم جاهزية شبكات الصرف الصحي المتقادمة لاستيعاب كميات المياه وتصريفها بعيدا عن الأحياء السكنية. وللحديث مشاهدينا عن تأثير موجة الأمطار على مناطق ديالى معنا من هناك عبد الله هادي الشمري مدير بيئة ديالى. سيد عبد الله مساء الخير أهلا بك معنا. إذا الجانب الإيجابي لموجة الأمطار هذه أنها أمنت المياه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وزادت من منسوب بحيرة حمرين، لكن ماذا عن الجانب السلبي ما حجم تأثيرها على المواطن والبنى التحتية في المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر القناة الآن ومنياتنا لكم بالموفقية والنجاح. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذا الاتصال. تفضل. سدت حمرين في محافظة ديالى الطاقة الإنتاجية مالتها الاستيعابية للبحيرة 2,450,000 متر مكعب. نعم. حاليا الاستيعاب مالتها 750 مليون متر مكعب، فالفرق كبير.
طيب بعيدا عن الأرقام سيد عبد الهادي، تأثير موجة الأمطار هذه على المواطنين وعلى البنى التحتية، يعني كما شاهدنا قبل قليل تقريبا البيوت غرقانة بالماء وأحد المواطنين يحاول إخراج المياه إلى خارج منزله. نعم، موجة مطر شديدة أثرت على الدور السكنية والمناطق بسبب عدم وجود وحدة معالجة المياه الأمطار. المجاري موجودة لكن لا تستطيع استيعاب هذه الكمية من الأمطار. طيب، ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة للتقليل من الأضرار على المواطن وأيضا على البنى التحتية في المدينة؟ اليوم استنفذت كل طاقات غدا واليوم، يعني قصدي أمس واليوم، كل طاقات الدوائر الخدمية لتقليل من المياه الأمطار. طبعا الأنهر الموجودة في محافظة ديالى لا يوجد بها مياه بسبب شحة المياه اللي توفرت في الوقت الماضي. الآن تصرفت أكثر المياه إلى الأنهر والمبادئ اللي موجودة في قريبة من المدن. يعني يمكن القول اليوم أنه مدينة بعقوبة ومحافظة ديالى تخلو من المياه في الشوارع؟ منسوب المياه العالي أقصد؟ الطرق الرئيسية أخلت من عتها، لكن المناطق المنخفضة بقت فيها المياه. إن شاء الله اليوم غدا لم يبقى من المياه، سوف ينتهي كل شيء إن شاء الله. طيب، من المتوقع أنه هذه موجة الأمطار ستستمر إلى يوم الأحد المقبل، نصائحكم سيد عبدالله للمواطنين في ظل هذه الظروف؟ والله احنا نصائحنا للمواطن، المواطن يجب ان يساعد الدوائر الخدميه وان توفر لهم تسهيلات، وايضا يقللون من رمي النفايات في المناطق المجاري والمنهولات، حتى احنا بسبب النفايات الموجوده اللي ادت الى انسداد اكثر المجاري. ايضا ثقافه المواطن بهذا الاتجاه تقلل من الأضرار التي تحدث. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. عذرني، حدثنا من ديالى السيد عبد الله هادي الشمري مدير بيئة ديالى. استوديو الآن مستمر مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم حكما بالإعدام على عمران علي في قضية اغتصاب الطفلة زينب وقتلها. وأعلن شهبار شريف رئيس حكومة إقليم البنجاب هوية القاتل بحضور والد الطفلة زينب أنصاري. وجاء الإعلام بعد أسبوعين من العثور على جثة زينب التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة على يد المجرم. أثارت جريمة اغتصاب ومقتل الطفلة الباكستانية زينب ردود فعل غاضبة في باكستان والعالم. اختفت زينب بينما كانت تسير إلى منزل مجاور لبيتها تتلقى فيه دروس القرآن الكريم، بينما كان والداها يؤديان العمرة في السعودية. الأب المكلوم حدثنا عن الفاجعة. جمرات جار تريكو تقريبا تام تاقول الخميس الرابع من يناير كانون الثاني عند حوالي الساعة السادسة مساء كان آخر يوم غادرت فيه زينب من المنزل لتعلم القرآن الكريم. كانت تتلقى الدروس في بيت عمتها والذي لا يبعد عنها دقيقتين سيرا على الأقدام، وقبل أن تصل إلى بيت المعلمة اختطفها المجرم. كانت الشكوك تدور حول المجرم بأنه وراء هذه العملية اللا أخلاقية قبل أن يتم اعتقاله. في الواقع لا ندري كيف أقنع زينب بمرافقته، لكن في وقت لاحق سمعنا أنه قال لزينب إن والديك عادا من العمرة وأنهم طلبوا منه أن يأتي بها إليهم، وكان يعرف أننا كنا في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، فاستغل هذا الموقف. وطبعا تعرفون عادة الأطفال خاصة حين يشتاقون لوالديهم، ولا أتوقع من طفلة بريئة في السادسة من عمرها أن ترفض موقفا كهذا. الجاني لم يكن شخصية معروفة في مدينتنا، لكن الشرطة أعلنت أنه تورط سابقا في عملية سرقة ونهب.
كما قدم حلويات لأطفال صغار لمحاولة تنفيذ نواياه الشريرة. وقع خبر اختطاف زينب علي كالصاعقة، كما كان مروعا للغاية على الصعيدين الدولي والمحلي. فقدت إحساسي تماما ولا أستطيع أن أستوعب ما حدث. إنني أناشد من هذا المنبر كبير قضاة باكستان ورئيس أركان الجيش أن يكون التحقيق نزيها وشفافا، وأرجو أن يكون تحت إشرافهم، وأن يتم احتجاز المجرم في سجن المخابرات الباكستانية، وأن يشارك الأمن الداخلي في التحقيقات. أمنيتي أن يتم إعدام هذا الجاني شنقا أمام الملأ. طفلة لم تتجاوز 7 من العمر، انتهك المجرم براءتها ثم قتلها بلا رحمة. كانت زينب فتاة طيبة وطالبة متميزة، كانت تتمتع بذكاء عال، وكانت مهتمة بواجباتها المنزلية، لديها شغف كبير في تعلم القرآن. أذكر أن آخر يوم لها كانت تلعب مع الأطفال في المدرسة بعد الدراسة، كانت محبوبة بين الأطفال. لا أصدق ما حدث ولا أصدق أن الضحية زينب. أتمنى لقضيتها قضاء عادلا، ويجب على أولياء الأمور أن يأخذوا كل الحذر تجاه أبنائهم. في هذا القبر المحاط بالزهور ترقد زينب، لكن قضيتها لا تزال ماثلة أمام الأعين، وحتى تتخذ إجراءات تردع المجرمين وتضع حدا لهذه المأساة. ابتكر مدرس عراقي من مدينة الديوانية جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد تطبيقا جديدا على الإنترنت يسهل على طلبته تعلم اللغة الإنجليزية، اسماه جايدي، كما يقدم لزملائه من مدرسي هذه المادة الدراسية أسلوبا إلكترونيا جليا يساعدهم على متابعة فروض طلابهم وتقوية مستوياتهم. مراسل الأخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. آلاف الطلبة العراقيين وجدوا ظلتهم بأسلوب جديد دخل حياتهم الدراسية، وذلك من خلال وسيلة تساعدهم في تعلم اللغة الإنجليزية عبر استعمالهم تطبيقا جديدا على الإنترنت ابتكره مدرس عراقي وأسماه جايد، الذي يسهل على طلبته فهم المادة العلمية التي يقدمها لهم. نزلت على التطبيق استفادت منه بهاي الشغلات، يعني أنا استخدامه إلى مو استخدام مطول، استخدام حسب الحاجة وحسب وقتي. أنا يعني كل شغلات تحتاجها ضرورية ألقاها موجودة بي، مثل الإنشاءات، حلول تمارين، ألقى ما لازم بي كتب وهواي بإضافات. هذا التطبيق اختصر كل اللي يحتاجه الطالب، مميزات رائعة وإنشاءات وملازم وكل الاختبارات. أيضا هذا التطبيق يسوي اختبارات للطالب ويشوف نجاحاته وإخفاقاته ويشوف وين نقطة ضعفه. طريقة تدريس المعلم حيدر لطلبته في هذه المدرسة التي تقع في مدينة الديوانية جنوب شرق بغداد تختلف عن زملائه المدرسين، كونه دائم التواصل مع الطلاب عبر تطبيق جايد الذي ابتكره. بالبداية قبل لا أصمم التطبيق صارت عندي فكرة، يعني قلت شلون أجذب الطالب للقراءة للاطلاع على المادة مالته، فشفت أقرب وسيلة وأكثر وسيلة هي دائما مع الطالب هو الموبايل مالته، فقررت أنشأ تطبيق خاص اللغة الإنجليزية للموبايل. تطبيق جايد الذي يستعمله آلاف الطلبة العراقيين في أجهزتهم المحمولة لمساعدتهم في تعلم اللغة الإنجليزية يعتمد على مناهج تدريسية تعتمدها وزارة التربية العراقية في تعلم هذه اللغة، وهو ما يميزه عن التطبيقات المشابهة على مواقع الإنترنت. بالبداية مستخدمين قليل لأن ما معروف، ظليت أنشر على الفيس وأنشر بالجروبات اللغة الإنجليزية وأتابع المستخدمين آراءهم حول التطبيق، لذلك صارت عندي التحديثات والتطويرات على التطبيق من خلال المستخدمين. يعني مثلا المستخدم عنده ملاحظة يقول أنا أريد ليش ما تخلي بي أسئلة شهرية وسنوية، أنا نبحث عليها بالفيس وما نلقاها، أو مرات تتأخر وأنا محتاجة مثلا ثاني يوم، فلذلك رفعت بي أسئلة وحدثت مرة ثانية. والتطويرات إلى آخره هي تصير عن طريق آراء المستخدمين. حب حيدر لتدريس اللغة الإنجليزية جعله دائم التفكير بتحسين مستوى طلبته، ليس بتعلم الإنجليزية فقط بل التحدث بها أيضا.
وهو ما جعله يبتكر التطبيق جايد الذي لاقى رواجا كبيرا، كونه يقدم للطلبة أسلوبا يسهل عليهم تعلم اللغة الإنجليزية ويساعد المعلمين أيضا على متابعة فروض طلابهم الدراسية. لم تعد هوايات ورياضات الشباب تكتفي بالأرض داخل نطاقات المدن، بل أصبحت الآن تستهدف السماء والأفق. بدأ الطيران الشراعي بجدة في الانتقال من إطار الرياضة إلى منظار الاستثمار بعد أن خاض مجموعة من الشبان السعوديين تلك التجربة عن طريق شراء طائرات شراعية خاصة بهم. يا زينك يا جدة، أول مرة أشوفك حلوة كذا. بعض الشباب حول هوايته من الأرض للسماء حينما راح يفتش عن طريقة للتحليق ومعانقة السماء، فمنهم من راح لأقدم الهواية عشقا وهي الطيران الشراعي وتحمل آلامها وقوتها وربط خيوطها ليطير بشراعه مسابقا الرياح، ومنهم من أحب طائرات الكابتر والمروحيات الطائرة. في جدة يجمع نادي سما الغربية للطيران هواتي هذه الرياضة. الإنسان بطبع يهوى الطيران سواء صغير أو كبير، حتى الأشخاص الذين لا تخونهم قدراتهم في التحليق، ولكن أيضا تلفت انتباهه الطائرات ويحلم يوم من الأيام أنه يصعد على أحد هذه الطائرات أو يمارس الطيران. والله فيها متعة، وأول ما بيبدأ في الطلوع على كورنيش جدة بيبدأ التصوير على الواجهة البحرية وعلى بعض الأماكن، وتعرف التصوير من فوق غير يعني مختلف صراحة. التحليق في سماء مدينة جدة بطائرة مكشوفة في رحلة ممتعة ومثيرة في آن واحد، متدربا أو راكبا، استقطبت هذه الهواية عدد كبير من الشباب والشابات في السعودية المحبين والهاوين لها. لين الحين أعصابي تمام، بس الله يستر يعني لما نبدأ نمشي وكذا يعني، بس إن شاء الله إنه حتكون تجربة رائعة. وفاء الوافي شابة سعودية انتابها شيء من التردد والخوف قبل الصعود للطائرة، ولكن بعد تجربتها وتحليقها عاليا في السماء شعرت بمتعة كادت تندم طوال حياتها لو لم تفعلها. طلعت فوق يعني شفت المنظر صراحة نحت، يعني تجربة جدا رائعة وشيء جميل، ومرة مبسوطة انه في شيء زي كذا في السعودية. يعني تنصحين اركبها ولا لا؟ طبعا انصحك وانصح كل احد ما جربها لازم يجي يجرب. طبعا الهواية حلم قد يكون عند معظم الناس منذ الصغر، وهذا الحلم أنا زي أي أحد حلمت بالحلم هذا واستطعت بفضل الله سبحانه وتعالى من تحقيقه. So happy, so excited. جدا سعيدة ومبسوطة في هذه التجربة التي لا توصف بجمال خوضها وجنون مغامرتها، إنها بالفعل شيء جدا جذاب ومغامرة لا تنسى. In a very good direction towards the vision of 2030. I'm so happy flying here. جرب معنا روح المغامرة بأمان. بهذه الكلمات سيستقبلك المدربون هنا ليأخذوك في رحلة بين السماء والأرض بطائرة الجايروكابتر، لتقوم من خلالها بتجربة التحليق لترى عروس البحر بشكل مختلف. تحتاج فقط أن تكون صاحب قلب شجاع، بعدها قد تقودك هذه التجربة إلى الدخول في مرحلة عشق أبدي تدفعك إلى تعلم الطيران الرياضي واكتشاف عالمه الخاص. متعة وترويح سياحي، هواية استقطبت العديد من العوائل والشباب السعودي بحثا عن المغامرة والتجديد. هو معهم حق، وإن راحوا البحر زحمة وإن راحوا الملاهي زحمة، طلعوا يفلوها في السماء وإحنا طلعنا يفلها معهم. يا مصباح الأخبار الآن جدة. رغم الأوضاع التي يعيشها الشعب اليمني إلا أن أحلامه وطموحاته تعلو وتتناغم مع نوتات الموسيقى والألحان لتصنع توليفة ساحرة ألهمت الشاب اليمني أحمد فتح الذي لا يفارقه عوده ليخفف عنه مأساة واقعه ويتغلب على ظروفه بنغمات تدغدغ السامعين وترافقه في حياته. نتابع. هذا هو الحي الذي يقطن فيه أحمد فتحي، وهذا هو منزله المتواضع وسط العاصمة المؤقتة عدن. يخرج أحمد كل صباح ممتشقا شغفه بآلة العود ليسير مفتخرا به بين الناس وبسمرته التي اكتسبها من هذه الأرض، مبتسما يمشي وكأنه يسخر من كل العقبات التي كانت أمامه ذات يوم، واثق الخطى لا يعير أي اهتمام إلا لأحلامه التي رفض ويرفض التخلي عنها، فلطفولته والعود قصة. بقيت هنا المعهد هذا الشيء تعلم وأنا بالسن
سنة سادس ابتدائي. جيت شي اتعلم، جيت لما هنا لما باب المعهد كان في طلبة في السكن الداخلي، جيت العصر والدراسة كانت صباح، فسألت واحد من الطلبة، جيت أنا وأمي طبعا، سألت واحد من الطلبة اللي كان يدرس في السكن الداخلي، أنا قلت له شي أدرس هنا، وأمي قالت له هذا ابني شي يدرس هنا هو يغني كذا، قال ما يقبلوا إلا بعد سنة، يعني بعد تاسع، يعني ما يقبلوا إلا بعد سنة تاسع، فأنا زعلت وقال الدراسة صباح مش عصر، زعلت أنا وسبت أمي روحت البيت قريب كي وليش ما رضيش يقبلونا، طبعا ما يأست يعني ما قلتش خلاص بعد تاسع يعني بكمل تاسع وباقي هنا. أحمد فتحي العدني داس بإقدامه على كل شيء يمكن أن يكون حجر عثرة أمام طموحه، ممسكا بالعود كسلاحه يواجه به الواقع ليصنع مستقبله وليرسمه بلا خوف أو تردد، فهو كما قال أنه الصديق الذي يمنحه القوة كلما شعر بالضعف. العود أعطانا الدافع لأننا يعني أستمر، يعني كنت أوصل لحاجة أنا خلاص يأس، يعني ما عادشتيش ما عادشتيش فن، أروح البيت شوف الأخرى معلق نزله عزيف وخلاص، يعني هو ماش معي حد بالبيت طبعا أنا وحيد العائلة، بس ما فيش معي إلا العود صديق وغضو كل شيء. وبرغم أن مبنى المعهد تحت الترميم يحضر أحمد مع أصدقائه للتدريب في حديقة المعهد حتى وقت متأخر من النهار، فهو صاحب إرادة صلبة، فلا الفقر ولا الترهيب ولا الحرب أوقفته عن العزف. أحمد فتحي مولع بالعود منذ طفولته، فهانت كل الصعاب أمام عينيه، تشبثت أحلامه على رنين أوتاره، فأحال أتراحه إلى أفراح. فيصل دبحاني لأخبار الآن من مدينة عدن اليمن. استوديو الآن مستمر مشاهدينا، وفيه بعد فاصل أخير. موقع فيسبوك يواجه هجرة شبابية بالملايين. أحييكم من جديد. يبذل القائمون على موقع فيسبوك جهودا حثيثة للحفاظ على مكانة رفيعة بلغها الموقع في أعقاب دراسة جديدة توقعت هجرة الملايين من مستخدميه الشباب خلال عام 2018. الدراسة تؤكد أن المراهقين والشباب أصبحوا يفضلون الانضمام إلى موقعي انستغرام وسناب شات بدلا من فيسبوك في الوقت الحالي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمليار ونصف المليار مستخدم نشط يوميا، لا يكاد يختلف اثنان على أن موقع فيسبوك يتزعم مواقع التواصل الاجتماعي ويحظى بأرقام كبيرة جدا من المستخدمين فقط مواقع أخرى منافسة. جهد دؤوب بذله مارك زوكربيرغ وفريق عمله للحفاظ على مكانة رفيعة للموقع والتأكد من زيادة قاعدة المنتسبين إليه والحفاظ عليها باستمرار، لكن وعلى عكس التوقعات بعض الإحصاءات خالفت جميع التكهنات وأظهرت تراجعا في عدد مستخدميه. مؤسسة متخصصة في مجال أبحاث السوق قالت إن الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم ستشهد هجرة الملايين من مستخدميها الشباب خلال عام 2018. مليون شخص دون سن 25 عاما توقفوا فعلا عن استخدام الشبكة الاجتماعية الشهيرة خلال عام 2017، والأدهى هو توقع هذه المؤسسة تزايد عدد الشبان الذين يعزفون عن استخدام فيسبوك أو لم يسبق لهم أن استخدموه من قبل. يقول المحللون إن هذه نتيجة منطقية لتقدم فيسبوك في السن نظرا إلى أنه مشروع وبيئة عمل معروفة، فضلا عن الظهور الحتمي لمنصات اجتماعية أحدث تجذب المستخدمين بفضل ما تقدمه سمات وإمكانيات جديدة. بالنسبة للشباب أصبح الفيسبوك مكانا أقل جاذبية مقارنة بالماضي، خاصة مع ازدياد تسجيل أبائهم وأجدادهم فيه، وأصبحوا يفضلون الانضمام إلى موقعي إنستغرام وسناب شات بدلا من فيسبوك في الوقت الحالي. دعت منظمة الصحة العالمية الفرق الطبية والقابلات إلى الحد من إجراء تدخلات من شأنها تسريع الولادة ما لم يكن هناك مخاطر حقيقية من المضاعفات، وحذرت المنظمة من أن كثيرا من النساء لا يخوضن تجربة الولادة الطبيعية التي يريدنها، وعدت أن المعيار الذي تعتمده المستشفيات لتسريع الولادة بتمديد عنق الرحم أقل من سنتيمتر واحد في الساعة يمثل خطرا
قائلة إن الإرشادات القديمة ربما تكون غير واقعية بالنسبة للنساء وغير دقيقة، وقد تؤدي إلى نتائج سلبية على العملية. معنا من دبي الدكتورة نوال العباسي، أخصائية أمراض نسائية وعقم وولادة. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. منذ عقود مضت وحتى الآن هذا الأسلوب متبع في كثير من مستشفيات العالم، خاصة في الدول العربية. إذا كانت هذه التدخلات الطبية غير ضرورية، لماذا تعطى للحامل أثناء المخاض تحت مسمى تقليل مخاطر الولادة؟ القصد، السلام عليكم. عليكم. القصد من تسريع الولادة أو الطلق الصناعي هو مساعدة المريضة في حالة كونها احتاجت إلى هذا الإجراء. الطلق الصناعي أو تسريع الولادة مختلفين. نعم. أعتقد تسمعيني؟ أسمعك دكتورة، تفضلي. القصد من عنده إذا كان الإجراء تسريع ولادة أو طلق صناعي واستخدام الوسائل المختلفة في هذا الموضوع، إذا استدعت الحاجة المفروض نستخدمه، ومو ضروري يكون أنه بدون دواعي أو تدخلات طبية في حاجة المريضة لها. يعني الطلق الصناعي يكون إذا احتاجت المريضة لأي أي تداخل من هذا النوع، المفروض يكون على دراسة أنه الطبيب بالفعل المريضة محتاجة أنه نتابع لها الولادة أو نعملها طلق صناعي. طبعا طلق صناعي إحنا نبدي من الصفر، يعني إذا نعمل طلق صناعي مختلف عن تسريع الولادة. الطلق الصناعي المفروض نبدي إذا كانت المريضة مو ما داخلة الولادة لحد اللحظة اللي إحنا نبدي فيها العلاج. نعم. تسريع الولادة هي بادية الولادة واحدة نسرعها فقط لا أكثر. في دولنا العربية دكتورة هذه الطريقتين متبعة بشكل كثير يمكن القول؟ عشوائي لا ما أعتقد، لأنه إحنا طبعا إذا المريضة محتاجة المفروض إحنا أكو دواعي إدنا كرايتيريا خاصة استدعاءات خاصة نبدي فيها طلق صناعي. إذا المريضة ما محتاجتها عادة حتى إحنا مرضانا ما يفضلون الطلق الصناعي إذا ما كان إلى دواعي، والطبيب يشرح لهم يترك الوقت الاختيار إلا إذا كانت حالات طارئة. إذا المريضة محتاجة طلق صناعي المفروض المريض الطبيب يشرح للمريض الدواعي الطلق الصناعي. طبعا إذا شيء مهم المفروض الطبيب يطلع حريه المريض يطلع حريه للطبيب اجراء هذا الطلق الصناعي. واذا ماكو دواعي عاده الطبيب ما يلجأ، لانه المضاعفات مالت الطلق الصناعي هي احنا في غنى عن ذكرها. يعني ما هي المضاعفات دكتوره؟ مضاعفات يعني ممكن احنا ابسط شيء ممكن احنا نبدا الطلق الصناعي وينتهي بقيصريه، لانه ممكن يعني احنا اتخذنا الوقت بالوقت الغير مناسب. نعم. يعني ممكن نفشل في الطلق الصناعي من اكتمالها، ممكن تنتهي بقيصريه، ممكن المريض نعم يتعب والنبض مالته، ممكن الطفل انطلع قبل وقته ويتعب بعد الولاده. اذا دكتوره هي فقط عند الحاجه كما ذكرتي حضرتك لتسريع عمليات الولاده في حال استدعيت الحالة. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من دبي الدكتورة نوال العباسي أخصائية أمراض نسائية وعقم وولادة. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة استوديو الآن هذا اليوم. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذا مشاهدينا أشكر لكم طيب المتابعة وأترككم في رعاية الله وحفظه.